اختتمت أعمال الدورة الثانية من منتدى شرق الأوسط للاستدامة المنعقد في الفترة من 8 وحتى 9 من يناير الجاري في مملكة البحرين، بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ، ونخبة من المتخصصين والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم في هذا المجال. وشهد المنتدى الذي حمل عنوان تحقيق الحياد الكربوني الصفري طرق تسريع التنفيذ مشاركة أكثر من 350 من قادة الأعمال وخبراء الاستدامة الإقليميين والدوليين. جلسات نقاشية تفاعلية مع أكثر من 40 متحدثا من مختلف أنحاء العالم سلطت الضوء على موضوعات حاسمة ودقيقة لتحقيق الحياد الكربوني الصفري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك التعاون الضروري بين الحكومات والقطاع الخاص. بين أهمية هذا المؤتمر أنه أول مؤتمر عقب مؤتمر الأطراف في دولة الإمارات العربية المتحدة، هاي يعتبر يعني مايلستون جدا مهم بالنسبة إلى الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، صدرت عنها مجموعة من القرارات. هذا هني بيتم في المؤتمر مناقشة مخرجات مؤتمر الأطراف ومشاركته مع مختلف الأطراف في جادة العلاقة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى مناقشة الحلول اللي ممكن تساهم في التخفيف والتكيف مع تغير المناخ. مؤتمر الاستدامة والحياد الكربوني 2024 للشرق الأوسط مؤتمر مهم لجذب الأطراف المعنية بالمشاريع في الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. يتطرق المؤتمر إلى عدة أوراق، من ناحية التمويل المؤسسي لبناء المشاريع التي تحقق الحياد الكربوني، بالإضافة إلى التكنولوجيا الجديدة التي نحتاجها لتحقيق استراتيجيتنا. كما بحث المتحدثون نتائج مؤتمر الأطراف كوب 28 والآثار المترتبة على العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى التمويل ومتطلبات رأس المال وانتقال الطاقة ونمو مصادر الطاقة المتجددة والمدن المستقبلية وسلاسل التوريد المرنة والمستدامة، بالإضافة إلى الأنظمة والتشريعات اللازمة لتسهيل مشاريع الشركات في هذا المجال. أعتقد إنجاز هذا الهدف يتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص، وفي نفس الوقت هو يخلق فرص للقطاع الخاص من الاستثمار في هاي النوعية من المشاريع، ومن ناحية الصناعات ومن ناحية الخدمات المالية. فأعتقد البحرين مؤهلة أنها تأخذ دور الريادة مثل ما خلت دور الريادة في القطاع المصرفي في بداية السبعينات، أنها تأخذ دور الريادة بأنها تساعد المنطقة على التحول البيئي. على مدار يومين قدم المنتدى أوراق عمل متنوعة طرح المتحدثون والمسؤولون العالميون في مجال البيئة والاستشارات المناخية، فيها أبرز الرؤى في مجال تطوير الاستراتيجيات وتقديم تقارير عن جهودهم في إطلاق مبادرات تحقيق الحياد الكربوني أو تسريع توجه مؤسساتهم في هذا الشأن. مواضيع متخصصة طرحها المتحدثون من خلال محاور عدة لتسهم في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية وتحفز المشاركين على تبادل الخبرات والتجارب والأفكار المستدامة التي تسهل وتسرع هدف الوصول للحياد الصفري والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.